السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معانا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إني أحبكم جميعا في الله. الكوكتيل حبيبنا أهو، والأنثى حبيبتنا إيه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. حمدي حمدي حمدي، النهارده حطينا له برسيم، بسم الله ما شاء الله، البرسيم اهو بياكلوا برسيم، وادي كمان الفلارس، مقشرين الفلارس واكلينها زي الفل، ادي الفلارس اهي ما شاء الله، يعني مظبطين، وادي البرسيم يعني مروق عليكم. يلا بقى جدعنوا، وعايزين بقى ايه انتاج كده عشان نفرح حبايبنا بالزغاليل والفروخ بتاعتكم. تمام، بسم الله ما شاء الله، اهو بص بص انتهى جميلة ازاي، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك، بسم الله ما شاء الله. ده طبعا في الدول العربية يعني احبابنا واخواتنا هناك بيسموه كروان، هو عندنا هنا في مصر اسمه كوكتيل، ده نوع من انواع الببغاء، ومن نوع برضو اللي ينفع يتدرب، ممكن نعلمه بعض الكلمات، وبيتكلم وبيعمل نغمات وبيقلد النغمات جدا جدا، ولو انت صاحبه وبتقلد قدامه كلمات وبتكرر كلمات قدامه باستمرار، ممكن برضه في نفس الكلمات دي يقولها، ما شاء الله في ذكاء، بس هو مشكلته ان هو حساس شويه عن العصافير البادجي، هو والروز والفيشر بيبقوا حساسين شويه عن العصافير البادجي، العصافير البادجي بتاخد على المكان بسرعه وبتنتج بسرعه، اما الكوكتيل والفيشر والروز دول بياخدوا وقت شويه عبال ما بياخدوا على المكان، وفي نفس الوقت يعني بيبقوا حساسين شويه غير العصافير الثانيه البادجي خالص. طبعا يمتاز الذكر في الكوكتيل قبل كده وكلمنا، وقلنا ان هو بيمتاز بالنغمات، الذكر بيعمل نغمات جميله جدا جدا احسن من الانثى، وصوته جميل جدا احسن من الانثى، وبيجي ساعه المغرب كده مخصوص بالذات يعني ساعه المغرب بيبدا يعمل نغمات جميله مرتبه، وفي بعضها يعني على حسب التربيه وحسب النشاه، يعني انا كان عندي جوز كوكتيل كان بيعمل النغمات بتاعت السرينه بتاعت النجده، اللي هو عربيه بترجع، اللي هي السرينه بتاعت النجده دي اللي هي نغمه كامله، وكان بيعمل لكن في عربيه بترجع لورا اللي وبيرجع والعربيه بتمشي لقدام. طبعا ده كله كان عشان كان البيت اللي هو كان متربي فيه كان فيه اطفال، وكان عندهم العربيات اللي هي بتاعت الاطفال دي، وكان بتعمل النغمات دي، فهو سمعها فبدا يحفظها فبدا يكررها. فالكوكتيل جميل جدا جدا، بيحب اللعب وبيحب يقلد الاصوات جدا احسن من الطيور البادجي بكتير. طبعا الانتاج البادجي افضل بكتير، ولكن طبعا فرق السعر، الكوكتيل اغلى واحسن وانتاجه بيبقى قليل شويه عن البادجي، بس برضو كطائر جميل وشكله جميل. وحتى انا انصح يعني اي حد، في بعض حبايبنا في القناه بيجي يسالني مثلا بيقول لي انا بربي بادجي بس عايز اطور، اقول له خش في طفرات البادجي، وممكن تجيب مع البادجي كوكتيل، الكوكتيل حلو وليه سعر في السوق، هو انتاجه قليل شويه عن البادجي بس حلو، يعني ماسك سعر، والالوان الفاتحه بتاعته بالذات الالوان الفاتحه جميله جدا جدا، الالوان الغامقه بتاعته بتبقى رخيصه وما بيبقاش ليها قيمه قوي في السوق. تمام، والافضل طبعا اللاتيني والالبينو، وبعد كده الفرنسويات بقى والمصبعات والبصمات والحاجات دي جميله جدا جدا جدا، وماسكه سعر وسعرها كويس جدا جدا في السوق. الكوكتيل عامل زي الطيور اللي ليها لغز او ليها يعني سر، اول ما بتربي كوكتيل والكوكتيل بيبدا ينتج عندك الدنيا كلها بتشتغل، وسبحان الله بيبقى فيه برضك انتاج، والعصافير بتغير من بعضها، العصافير او الطيور بصفه عامه هي غيريه، غيريه يعني انت لو مثلا بتربي خمس ست اسوس وفي جوزين بس بداوا يشتغلوا ويبيضوا ويفرخوا ويبدا في صغر زغاليل وبتاع، بتلاقي بقى الاسوس اتحمست واتحفزت وبدات تشتغل. فبالتالي لما يجي حد مثلا يسالني في القناه بيقول لي انا عندي مثلا جوز وبقاله مثلا كذا شهر او سنه مش شغال، بقول له حاول تزود عليه جوز تاني بيبقى افضل، الجواز بتحمس بعضها وبتحفز بعضها على الشغل، وبيبقى في عمليه غيره كده، فبدا الدنيا بتشتغل طبعا مع شويه فيتامينات مستورده او عمليه تنشيط، حاجه مثلا طبيعيه زي البرسيم، شويه فيتامينات عشان تدي الطائر المواد الغذائيه بتاعته او العناصر الغذائيه اللي محتاجها جسم، فبيبدا الانتاج زي الفل والدنيا بتبقى معانا جميله. حاجات بسيطه قوي قوي بس بتفرق كتير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بيحب يقلد النغمات جدا، بص
طب وانت بتصفر بص على حبايبك. ايوه كده يا جدع. بس انت رخمه، انت ما بتقوليش انت ما بتعمليش نغمات زيه، هو بيعمل نغمات احسن مني. حمدي ده دمه خفيف وما شاء الله صوته ونغماته جميله. عايز ينزل العش؟ انزل يا حمد انزل ما تتكسفش. يلا انطلق. بص هيخش جوه اهو ويبدا بقى ينادي على وفاء، يبدا نعمل لها نغمات جوه العش بيحفزها على التزاوج. شايفين نغمات؟ النغمات بتختلف ازاي؟ كل مكان ليه نغمه في العش. جميله وعالم تاني، وانا بحب اقعد كده مع الطيور كده اشوف. يعني الفيديو اللي حضراتكم شايفينه ده انا ممكن اقعد كده ممكن مثلا بنص ساعه معاهم، انا اصفر له هو يصفر، هو يندمج، يبدا يخش العش، يبدا ينادي على مراته على وفاء، يبدا يعمل لها نغمات جوه العش. الفه جميله، حياه رومانسيه ما شاء الله. الله اكبر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. دي برضو من ضمن حاجات علامات التزاوج، إن الذكر يبدأ يعمل نغمات ويبدأ يخش العش ويبدأ يجهز، يبدأ يخش جوه العش ويعمل نغمات معينة كده بصوت معين. إن شاء الله برضو كنت بسجله لكم. ويبدا ينادي على الانثى، الانثى بتيجي تقف على الباب تبدا تخش له جوه، بيبدا نغمات وصوت جميل جدا جدا. هو كل اللي انا عايز اوصله لحضراتكم ان النغمات والدخول العش والاصوات اللي بيعملها جوه العش الذكر دي بتبقى مناداه للنتايه ان هو يبدا يعمل عمليه عش جديد، وبيبدا عمليه تحفيز للنتايه ان هي النتايه بتبدا تغير بقى وتبقى عايزه تشتغل، وبعد كده بيبقى عمليه التكسير وبيبدا عمليه البيض. طبعا مهم جدا جدا في الفترات دي برضو زي ما اتكلمنا قبل كده ان احنا نبدا ندي فيتامينات مستورده، ولو الجوز بتاعنا بيطلع بيض رايق يعني بيض مش مخصب بنبدا في الفتره دي بنحط الهيسلينيوم. الهيسلينيوم احسن فتره ليه هي فتره الغزل، فتره ما قبل وضع البيض، علشان نبدا نستفيد كويس من الهيسلينيوم. تمام. بسم الله ما شاء الله. الطيور تربيتها جميله جدا جدا، ولما تكون انت بتحبها بتبدا تتواصل معاها وبتبدا تفهمها وبتبدا تحس بيهم جدا، وهو ده النجاح في حد ذاته ان انت تبدا تحس بالطيور بتاعتك. شوف الطيور بتاعتك فترات الغزل تعرفها. يعني انا في بعض الاخوه والحبايبنا مثلا بيجي يكلموني بقول له مثلا فتره الغزل، بيقول لي يعني ايه فتره الغزل؟ اقول له طب فتره ما قبل البيض، يقول لي ما انا ما اعرفش هي البيض امتى، انا بس بخش ابص الاقيها بيضه بال. قلت له لا يا فندم، اللي بيربي طيور لازم يراعي الطيور، لازم يخلي باله منها، يشوف الدنيا فيها ايه، يعني عارف امتى هتبيض، عارف امتى بدات تبيض، امتى فتره الغزل. يعني لو في حاجه لا قدر الله تعبت يعرف يعني ايه كشه، يعني ايه ما بتاكلش، يعني ايه بتسهل. الحاجات دي كلها مهمه جدا. متابعه الطيور بتاعتك دي شيء مهم جدا جدا
جدا عشان تقدر تهتم بيها. زي ما حضراتكم شايفين اهو، الذكر دخل اهو، حمدي دخل جوه وبدا يعمل اصوات تاني، نغمه تاني مختلفه تماما غير النغمات اللي كان بيعملها هو بره، وبيبدا ينادي على النتايه. النتايه قربت على العش وهو فتحت العش اهي، بس طبعا خايفه من الفلاش بتاع الكاميرا وهي عايزه تخش جوه دلوقتي، بس طبعا خايفه مننا. تمام، فهي اهم حاجه في تربيه الطيور ان انت تبدا تتابع طيورك. يعني مثلا لو كان وراك شغل ولا حاجه، روح شغلك عادي، تعالى اتغدى وظبط نفسك 100 100، خد كوبايه الشاي واشربها بدل ما تقعد قدام التلفزيون تتفرج على حاجه ملهاش قيمه. لا، اقعد مع طيورك اتعلم وقول سبحان الله خلق فابدع. الطيور ديت جميله 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 جدا، الوان واصوات وتفاعل والفه وحب ورحمه، حاجات جميله جدا 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 احنا كبشر والله محرومين منها جامد. ان شاء الله خيرا، واني احبكم جميعا في الله. وعشان وقت الفيديو ما يطولش على حضراتكم، اني احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.